وهذه المأمورية العظمى تظهر لنا قلب المسيح وحنان المسيح من جهة أخرى، تظهر لنا رؤية المسيح. المسيح عنده رؤية للعالم، هو خلاص كل البشرية من خلال ما فعله، موته على الصليب وقيامته من بين الأموات. ثم هذه الإرسالية أحبائي بتعبر عن رسالة، عن إرسالية، عن عمل، عن عمل اللي بيظهر محبة المسيح بغض النظر لكل البشر وللجميع على السواء. وفعلا التلاميذ أطاعوا الرب يسوع، ذهبوا إلى أورشليم من هذا المكان، من جبل الزيتون إلى جبل صهيون، وهناك في أعلى الجبل كان في علية، وهناك اجتمعوا في العلية لمدة 10 أيام في يوم الحصاد، طبعا اللي هو يوم 50 بعد الفصح ب50 يوم. المسيح ظهر للتلاميذ 40 يوم، مكثوا في العلية 10 أيام. في اليوم 50 حل الروح القدس على التلاميذ، وابتدأوا يشهدوا وابتدأوا يتكلموا بكلام الله بكل مجاهرة. وفعلا منشوف انه نفوس خلصت في هذا اليوم بسبب قوة الروح القدس. ينبغي ان ندرك انه هذا الخلاص كلفت السماء، كلفت الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، انه يقوموا بعمل الفداء العظيم الكامل بحسب أفسس الإصحاح الأول. الله اختارنا في المسيح قبل تأسيس العالم، المسيح الابن نفذ هذه الخطة، مكتوب الذي إذ لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. المسيح افتدانا وغفر خطايانا وأنجز خطة الفداء. لكن ثالثا أحبائي، الروح القدس ختم على هذا الفداء. فإحنا موضوع هذا الخلاص العظيم باختيار الله الآب، بإنجاز الله الابن، بختم الله الروح القدس، وهذا عمل مهم جدا. المسيح اختارنا وافتدانا وأرسلنا وأيدنا وجهزنا لهذه المأمورية العظيمة، مأمورية يسوع، أن نطيعها ونذهب نكرز لكل البشر. كل الغرض خلاص الإنسان من الخطية واسترداد الإنسان ليسترد الناس للشركة والعلاقة مع الله. هاي الشركة والعلاقة اللي خسرها آدم في القديم، المسيح عم بيستردها الآن من خلال هذا العمل العظيم. إنها مهمة الكنيسة من الصعود إلى مجيئه ثانية حتى نكرز ببشارة الملكوت.